للحديث عن القصف الروسي لمناطق السيطرة التركية في عفرين شمالية سوريا وتداعياته قبيل اجتماع الرئيسين التركي والروسي، معنا من اسطنبول الخبير العسكري السوري العقيد أحمد حمادة. سيادة العقيد، بداية مرحبا بك. كيف تقرأ هذا القصف الروسي لمدينة عفرين؟ ما الرسائل من هذا القصف؟ السلام عليكم، تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام. بالطبع هذا تصعيد خطير تنتهجه روسيا وعصابات الأسد في توسيع رقعة القصف لتشمل مناطق لم تقصف من سابق، وهذا يأتي قبل عدة أيام من لقاء القمة بين الرئيس أردوغان وبوتين في سوتشي. أتوقع بأن الروس يريدون تفصيل حل في سوريا هم فقط يرغبون فيه ويريدونه، وهو تعويم بشار الأسد مرة أخرى وإجبار الدول جميعا على إعادة العلاقات مع هذا النظام المجرم الذي قتل شعبه واستخدم الكيماوي واستخدم كل وسائل القتل ضد الشعب السوري. اليوم روسيا تريد من خلال هذا القصف أن ترسل رسالة أولا إلى القمة، اثنين تريد أن تقول بأنها صاحبة الحل والربط في هذه المنطقة، وتريد اختبار كذلك ردة الفعل العالمي تجاه هذه الجرائم وردة فعل تركيا والجيش الوطني وباقي القوى على هذا القصف. بهذا القصف كذلك روسيا يعني سقطت المقولة التي تدعيها روسيا بأنها تحارب الإرهاب وبأنها تريد فصل المعارضة المعتدلة عن المتطرفة، وها هي اليوم تقصف فرقة الحمزات أو الجبهة السورية للتحرير التي هي منضوية تحت الجيش الوطني والتي تعتبر من المعارضة المعتدلة والتي ذهبت إلى سوتشي وإلى جنيف وإلى باقي المناطق التي تفاوض في هذه المجالات. لذلك نرى بأن روسيا هي تحارب أولا وأخيرا كل من يقف ضد هذا النظام، كل من يرفع البندقية وحتى الصوت ضد هذا النظام كما حدث في درعا. يعني لا توجد اعتداءات على النظام في درعا، ولكن كان هناك عدم قبول نتائج الانتخابات وعدم التصويت، وهذا هي بعرف روسيا جريمة. لذلك أرادت أن تعاقب درعا وتعاقب باقي المناطق بفرض حل عليهم وتعديل الاتفاقات التي حدثت. منطقة غصن الزيتون ونبع الفرات وغيرها، درع الفرات، هي ضمن التفاهمات السابقة بين تركيا وروسيا، ولكن دائما تفاجئنا روسيا. يعني الإشراف التركي سيادة العقيد، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف برر القصف لمناطق وقف التصعيد أنها تأتي في ظل القرار الأممي 2254 القاضي بمكافحة الإرهاب، ولكن أستاذ أحمد، هل يوجد في هذه المناطق بالفعل عناصر إرهابية في ظل الإشراف التركي على هذه المناطق وإدارتها من قبل الحكومة السورية المؤقتة؟ بالنسبة للمنطقة التي يعني تضمن داخل مدينة تل أبيض وعين رأس العين وجرابلس عفرين الباب إعزاز، كل هذه المناطق حاربت الجماعات المتطرفة بشقيها الأسود والأصفر، يعني داعش والبيكيكي، وطردتهم من هذه المنطقة، رغم أن بعض الخلايا التي تتواجد في تلك المنطقة تقوم القوى الوطنية وأجهزتها الأمنية بإلقاء القبض عليها، وتم مؤخرا إلقاء القبض على عدة خلايا إن كان لداعش أو لقسد التي تحاول دائما المس في أمن هذه المنطقة عبر تنفيذ تسللات عبر تنفيذ تفجيرات في هذه المنطقة من خلال زرع العبوات أو العربات المفخخة عن طريق عملاء، إلا أن هذه المنطقة تخلو بشكل كامل من أي تنظيم مسلح رسمي في هذه المنطقة. إلى أي مدى أصبحت اتفاقية خفض التصعيد في سوريا مهددة أو مهددة حاليا؟ كيف ستتعامل أنقرة مع هذه الخروقات الروسية المستمرة؟ يعني دائما لا توجد اتفاقات دائمة، لذلك كل شيء يعني ممكن أن ينهار، وكل شيء حتى اليوم متوقف على نتائج القمة المقبلة بين الرئيس أردوغان وبوتين، إلا أن الحل المستدام للأزمة السورية حتى الآن لا يوجد وليس بمتناول اليد، لأن ذلك يتطلب جمع كل الأطراف الفاعلة الدولية والإقليمية حتى يتم إنجاز حل، وعلى الأقل اليوم
المجتمع الدولي نتيجة انتهاكات روسيا وميليشيات إيران واستمرار القتل والموت اليومي في حق السوريين والتهجير. يعني يجب على المجتمع الدولي أن ينتصر أولا للقوانين التي أنتجها من كالقرار 2254 2118 وأن يطبق هذه القرارات التي تدين يعني هذا النظام المجرم الذي استخدم الكيماوي كما قالت بالأمس المندوبة الأمريكية رسميا أكثر من 50 مرة التي تم توثيقه، إلا أن حتى الآن لا توجد عدالة دولية فاعلة ولا آلية لتطبيق القرارات الدولية، لذلك ستبقى هذه المنطقة كما هو الحال بين القصف الروسي وعربدة نظام الأسد وميليشيات إيران. من إسطنبول الخبير العسكري السوري العقيد أحمد حمادة، شكرا جزيلا لك.